طفلة كانت مريضة، فذهبت بها أمها إلى المستشفى، فصرف الطبيب لها الدواء، وعندما أعطتها من الدواء وهي لا تدري أهو لها أم لإخوتها الذين أكبر منها، فزاد مرضها وماتت. فهل على أمها إثم؟ ما دامت أنها لم تعلم في أن هذا الدواء ليس لها، وإنما أعطتها بناء على أنه لها، ليس عليها شيء في ذلك. أيضا لم يثبت أن وفاتها بسبب الدواء، قد تكون بسبب المرض. على كل حال، فالوالدة تريد الإحسان إليها في علاجها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.